حرتين عبارة عن نهار بندعي فيه 50 ل 200 شخص حابين يتعرفوا على الثقافة اللبنانية. بيوصلوا رح يحضروا فيلم اسمه لبنان تاريخ وطبيعة برعاية وزارة السياحة. بعد الفيلم رح نعمل لهم ووركشوب دبكة اللي هو عبارة عن ساعة دبكة بيربكوا فيها وبيتعبوا وبينبسطوا ويتعرفوا على الموسيقى وعلى الحركات وبيشوفوا شوية سامبلز مثل ما شفتوا اليوم. هيدا المشروع اللي عم نعمله اليوم ومبارح أو تلاتة بالأحرى هو تهيئة منشان نطلع لبرا بشكل بيرضينا ومنبيض وجه لبنان برا. بعد الوركشوب الدبكي رح نغديهم غدا لبناني التقليدي. كمان الغدا رح يصير بالطريقة التقليدية اللبنانية، يعني رح يكونوا كل النهار الناس اللي حاضرين عندهم نشاطات حلوة. زمان يطلعوا يرصوا الصفوف بالدبكة بالطبشة، فشخص واحد ما في يرص السطح كله لأنه السطح تراب، كانوا يتجمعوا أهل الضيعة ويطلعوا يدبكوا تيرس التراب. صارت آخر شيء في موسيقى وصار في أغاني، صار في جو فرح. الدلعونة هي من أهم البيسكس الأولويات للدبكة لأنه كل الناس بيشوفوها بيرقصوها، بس في ناس كمان ما بتعرف شو هي، وهي بتنعد ستة موسيقيا، يعني 1 2 3 4 5 6 على دلعونة وعلى دلعونة، والطبشة بتكون عن نون تيكونوا كلهم سوا. طبعا رأس الصف يفلط شوي ويرجع، والأشطر هو بيكون بالأول وتاني واحد بيكون حد منه فبيتبادلوا الأدوار.